بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنشوف نكتب ايه مع بعض. خط النسخ بالقلم الجاف العادي، نكتب سيجعل الله بعد عسر يسرا. ادي السين يا جماعه، لازم ابعد بين السين والياء شويه، وادي الجيم، ادي الياء، ادي الجيم، ادي العين، ادي اللام. لفظ الجلاله اللام لامها شبه حرف الدبليو سمول. بعد كده بعلق الهاء بالشكل ده، بعد الباء عين اطلع. قاعده الدال يا جماعه تبقى اعلى من قاعده الحرف اللي قبلها. عسر عين سين الراء، دي بشوية الانطره، دي السنه الثالثه من السين يا جماعه. عسر يسرى، بعلي السنه اللي قبل السين او الشين من حرف مسننه. ياء ادي يسرى برضه، هيات برضه السنه الثالثه هي الانطره. ادي التنوين، التنوين بيكون على الحرف اللي قبل الالف. سيجعل الله بعد عسر يسرا. ممكن السين والجيم ديت او الياء نعملها انطره، بصوا انطره، ونركب تحتها الجيم كده بالشكل ده، وبعدين بعمل الى حرف العين بالشكل دوت قريب من الجيم خالص، واللام بعد كده بالشكل. يبقى ده شكل تاني حرف او الكلمه سيجعل، اللي هي الياء المقنطره بالشكل ده. ادي سين خالص والياء المقنطره، الجيم تحت العين. ادي الشكل التاني اهو بالشكل ده. كلمه عسرا، ادي السين اهي سنه، والراء راء عليها خالص اهي، وبرده نفس الطريقه يسرا، السين برده نفس الطريقه، والراء عاديه خالص مرسله بالشكل ده. ده اشكال تانية يا جماعة من كتابة الكلمات اللي هي متكررة في اللي هي امن. الف عادي خلاص، ميم نون. يجيب، يجيب يا جماعة بصوا، ادي الياء، الجيم، الياء، الباء. المضطر، المضطر، الميم دي حرف الميم راجع كده بالشكل ده. الضاد شايلها الميم يا جماعه، ماشيه على قاعده واحده. الطاء نفس الطريقه برضو ماشيه على قاعده واحده. بعدين الراء، المضطر. اذا نحط الراء على اخر الالف، على اخر الراء كده، اذا الذال اهيت، دعايا الدال، عين، الف، هاء، على الصف بالشكل ده. أمن يجيب المضطر إذا دعا سبحانه وتعالى. زي ما أنتم شايفين يا جماعة كده، الأنطرة الياء أو الحرف اللي قبل الجيم مقنطر بيكون مع حروف كلمة جرهمية. هنشوف مع بعض تاني كده. وأفوض، وأفوض الفاء، الواو، ضاد أهي يا جماعة، ضاد. أمري، الآ، ميم، منزل، شكل ثمانية كده يا جماعة، الميم مع السطر، الياء بالشكل دوت، حط نقطتين، إلى، من الهمس تحت طبعا، إلى، منزل، ألف، لاحظ الياء بالشكل ده، الله، لفظ جلالة طبعا زي حرف الدبليو برضه زي ما قلنا كده، وبقصير عن طول الألف يا جماعة. إن الله، الله، ده الشكل الأولاني، الشكل التاني برضو ده صحيح وده صحيح. بصير، إن الله بصير بالعباد. باء صاد الياء طلعت أمطرة يا جماعة، وبنزل بالراء على طول. بصير بالعباد بالشكل دوت، دي الأمطرة ارتفاع مع فوق السطر بالشكل ده. بالعباد الباء، ألف، اللام، العين، الباء، ألف أهيك بالشكل ده، عباد، داء. إن الله بصير بالعباد. الميم راء، أدي الميم، بصوا يا جماعة بنقطة بلف حواليها كده، وبنزل بالراء الصعبانية. ده الشكل التاني، الشكل التاني
من ميم راء بتاع كلمة أمري، وكلمة بصير في شكل تاني برضو اللي هو الياء المقنطرة اللي هي اللي مع الراء الثعبانية بالشكل ده أهي نفس الشكل أهو. يا رب يكون الفيديو عجبكم، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.